تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 14 من أكتوبر الجاري. وخلال مؤتمر صحفي أعلنت الهيئة الوطنية تقدم المستشار الدكتور محمود فوزي الممثل القانوني لطالب الترشح عبد الفتاح السيسي وبحوزته تزكيات من أعضاء مجلس النواب فضلا عن نماذج تأييد للمواطنين. حضر السيد محمود فوزي عبد الباري الممثل القانوني لطالب الترشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي، وقدم طلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبرفقته المستندات المطلوبة وفقا لصحيح القانون.